عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم جلسته التاسعة والعاشرة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وخلال الجلسة التاسعة اتفق مجلس الأمناء على تحديد السبت المقبل موعدا نهائيا لتلقي المقترحات بالقضايا وأسماء المشاركين بجلسات الحوار من جميع الجهات، كما اتفق على مواصلة الانعقاد الدائم للمجلس. وأكد مجلس الأمناء أنه قرر عقد الجلسات العلنية للمحاور الثلاثة على التوازي بواقع 3 أيام في الأسبوع. كما أكد مجلس الأمناء أنه اتفق خلال اجتماعه العاشر مخاطبة إدارة المؤتمر الاقتصادي بالموضوعات والقضايا الاقتصادية المختلفة والتي سيتناولها الحوار الوطني عبر لجانه الاقتصادية الثمانية، مرحبا بدعوة رئيس مجلس الوزراء لمقرري المحور الاقتصادي لحضور المؤتمر. نحن نقترب بخطى حثيثة من الحوار الفعلي، وأنا أتصور أنها مسألة أسابيع قليلة جدا وحتى ينطلق هذا الحوار. النهاردة شفنا ثمرة جدا مهمة، وهي أن يوم السبت آخر موعد لتلقي الأسماء النهائية التي ستشارك وتتحدث أو تشارك كخبراء في الحوار الوطني، ودي خطوة مهمة جدا. تم عرض من السيد المستشار رئيس اللجنة الفنية عما تم في الاجتماع الأخير بين الأمانة الفنية والسادة المقررين المقررين المساعدين، ثم انتقلنا إلى نمرة 2 في جدول الأعمال جلسة 9، وهي المقترحات الخاصة من أعضاء مجلس الأمناء، وخلصنا إلى أول اقتراح أن احنا كل السادة أعضاء مجلس الأمناء مدعوين، وأيضا الهيئات والمؤسسات المختلفة مدعوة لترشيح عدد من الأسماء يحضروا جلسات اللجان المختلفة. مجلس الأمناء طرح العديد من الاقتراحات والنقاشات المهمة التي تتعلق بالفترة المقبلة فيما يتعلق بالجلسات، فيما يتعلق بالموضوعات المهمة، فيما يتعلق باختيار المتحدثين للجلسات أو المتحدثين في مختلف المحاور، سواء المحور الاقتصادي، المحور المجتمع، المحور السياسي. واتسمت هذه الجلسة بقدر كبير من الجدية والحيوية والحماس من قبل مجلس الأمناء.